صباح الخير طلابي الحلوين، كيفكم؟ معكم إيهاب الشمالي، مدرس الموسيقى بمدرسة روضة الأحداث الخاصة بأبو رمان. اللي تعرف فيكم؟ لجين قصبلي، لجين، جوليا السرابي، جوليا، يارا الظاهر، يارا، لمار المؤذن، لمار، آمنة المالكي، آمنة، حمزة بن طوجي، حمزة، وائل قودر، وائل، ميار اللبدوي، ميار. لجين، جوليا، يارا، لمار، آمنة، حمزة، وائل، ميار. أهلا وسهلا فيكم، كيفكم اليوم؟ تمام؟ تمام. مبسوطين؟ مبسوطين. برد شي اليوم؟ لا يعني شوي. نحن بأجواء شو هلا؟ أي فصل؟ الشتاء. فصل الشتاء. شو بيتميز فصل الشتاء؟ بالهواء، بالمطر. ميار؟ المطر. يلي بده يجاوب بيقرب على الميكروفون. بالمطر؟ مطر. وال يارا؟ والثلوج. والثلوج. جوليا؟ والبرد. والبرد. أح أنا بريد. بريدين أنتو؟ لا الجو منيح. لا لا. درسنا اليوم من أجواء الشتاء. غشاشين، شفتوا على اللوح؟ شو اسم الدرس؟ غنية غيمة. إذن النشيد اليوم نشيد كتير حلو، بيحكي عن الغيمة وعن المطر. خلينا نحن نتعرف على في عنا ثلاث صور. مين بيشرح لي الصورة الأولى؟ ميار. الفلاح يرمي البذور في الأرض، على الأرض، على الأرض، مشان شو؟ لزراعة. يزرع. ثاني صورة. جوليا. وردة تحتاج إلى الماء. وردة، وردة بحقل. ثالث صورة. حمزة. شو اسمهم هذول؟ خراف. خراف غنوات. وحدهم شو في؟ ناشف النهر. نهر ناشف. هلا السؤال عم يقول لكم سمي الحاجة المشتركة بين الصور الثلاثة. آمنة. الحاجة إلى المياه. المياه. لمار. المياه. المياه. ليش؟ الصورة الأولى بحاجة لشو؟ مطر. لمطر. لحتى ليش؟ لكي تنمو النباتات. تنمو النباتات. الصورة الثانية بين الوردة شبه؟ دبلانة. شو بدها؟ بدها مطر. مشان؟ تنمو. والخراف هون شو بو؟ بحاجة للمياه. معناتها شو بنلاحظ من الصور؟ يعني هالصور متنوعة، بنلاحظ إنه انتبه الانسان بحاجه لشو؟ الى الماء. النباتات بحاجه الى المياه. الحيوانات بحاجه الى المياه. كل شيء بالحياه بحاجه الى المياه. مين بيعطيني عباره بتحكي عن الحاجه للمياه او اهميه المياه؟ آمنة. كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله تعالى قال بكتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا تؤمنون؟ إذن الماء هو الحياة. مين بيعطيني عبارة ثانية؟ جوليا. الماء يدخل في تركيب كل الحيوانات والنبات. حلوة الفكرة. الماء بيدخل بتركيب أجسامنا وأجسام كل الكائنات الموجودة بالأرض. يارا. المياه هي مصدر الحياة. مصدر حياة. لجين. المياه سر الحياة. سر الحياة. ميا. لا حياة بدون ماء. لا حياة بدون ماء. إذن الماء هي الحياة. هاي أغنيتنا، كلمات الأستاذ جمال أبو سمرة. مين بيقرأ لي؟ مين رافع أيده؟ مين رافع أيده؟ ماني شايف حدا؟ يلا رجعي. غني يا غيمة للمطر، غني يا غيمة وانهمي. إذا غني يا غيمة للمطر، هون عم يكون أسلوب حواري بين إنه الغيمة عم تتغزل بالمطر وتغني لها بشكل كتير حلو. غني يا غيمة وانهمي. منين بينزل المطر؟ من الغيمة، بينهمر من الغيوم. ثاني سطر. ميار. نحن المشتاقون إليك زبطكم. زوري الحقل ولا تنتظري. إذا نحن مشتاقون لهطول الأمطار والحقل كمان مشان تنمو النباتات اللي زرع الفلاح. حمزة. غني 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 يا غيمة للمطر. برافو. إذا عم يأكد الكاتب الكلام بأنه لازم تكون العلاقة حبية بين الغيمة والمطر، لأنه المطر وين بيكون؟ بقل الغيمة. المقطع الأول من الأغنية. جوليا. زورينا لتموت الدمعة ويغني الراعي والمرعى. إذا لما نحن ما بتنزل الأرض، ما بينزل المطر على الارض، نبكي بنزعل بنقول يا رب الله يبعث الخير، مو لانه بتموت كل الحياه بدون مطر. فغني ليفرح الراعي والمرعى.
مشان المرعى يطلع العشب الأخضر والراعي يسقي الخواريف تبعه والغنمات وتصير في حياة. كمان لمار يزقز كل عصفور وظمأ وتفيد البسمة والروح. حلو. العصفور لما بيعطش بصير يزقزق من عطشه، ما بيعرف يعبر غير انه بيقعد يزقزق، بده مي ليشرب. كل الكائنات بحاجة للماء، ولما بيشرب شو بيصير؟ بيصير يغرد أجمل الألحان وأحلاها وبتفيد البسمة والروعة. نرجع غني 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 يا غيمة للمطر. المقطع الثاني مين بيقول لي اياه؟ وائل. يا غيمة يا أم الخير يا حلم الشاعر والطير. حلوة. عندك فكرة تشرح لنا شو قصده؟ يا غيمة يا أم الخير، الغيمة بقلب المطر والمطر خير، يقول الله يبعث الخير يعني الله يبعث المطر. فإذا الغيمة بقلب الخير يا حلم الشاعر والطير، شو قصده؟ دائما الشاعر لما بده يكتب قصيدة، تفضل. إن الشاعر لما بيقعد يعني بمناظر فيها غيوم وهيك بصير بيطلع فيه أفكار. الأفكار بيجي الإلهام بيجي الوحي، فدائما الغيمة والمطر هي بقلب أحلام العصفور الطير والشاعر نفس الوقت لكل البشر. بعدين مين بيكفي؟ جوليا. كوني عونا كوني سندا جودي بالنعمة للغير. إذا المطر دائما بيكون عون، بيكون سند للفلاح، سند للطبيعة كلها. جودي بالنعمة للغير، هي أحلى شغلة ميزة بالغيمة. تعرفوا شو هي؟ شو هي الغيمة؟ إنه الغيمة وقت تمطر ما بتستفاد هي شيء، بس كل كل الحياة بتستفاد. الغيمة حاملة المطر بس هي ما هي عم تعطي المطر لنا، نحن اللي عم نستفاد منها. هي بنسميها أقصى أحلى الشغلات اللي ممكن يعطيها الواحد، هو تقدمة الخير للآخرين. غني 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 يا غيمة المطر. المقطع الثالث مين بيقول لي إياه؟ آمنة. الجدول عرش بالفل يجنو للغيم المبتلي. فيك تشرحي لنا إياها؟ يعني الجدول، الجدول معروف اللي هو بيكون عم ينزل مكان بيصب منه الماء، ومن تحت بيصير بيطلع منه فل. عرش بالفل شو يعني؟ بسبب وجود الماء على ضفاف الجدول شو بده يصير؟ تنمو الأزهار كلها والخضار بده يطلع، فحيكون على اطراف الجدول كله شو حيكون؟ مزروع بالفل. والجدول اذا مكان عالي نازل فبتلاقي الفل كانه عم يعربش او عم يتسلق على اطراف الجدول لفوق. يرنو للغيم المبتلي، شو يعني يرنو؟ يصلوا، رح يوصل تقريبا لمستوى الغيمه. ليش؟ لانه نحن لما نوقف هيك بنحسه انقراض. فهمتوا كيف؟ احيانا اذا واقف انت بمكان عالي بتحس حالك فيك تمسك الغيمه، عرفتوا كيف؟ المبتلي الغنم، الغيمي اللي حامل المطر. مين بكفي؟ يارا. ورحيق الورد ضاحكه تضاحكه أجسام الفجر المغضلي. شو يعني؟ اشرحي لنا. رحيق الورد، الوردة تكون دبلانة لما بيجي مي شو بيصير لها؟ بتفتح، فبتبين كأنه عملت سمايل، كأنه ضحكت فرحت. أجسام الفجر المغضلي شو يعني؟ الفجر الصافي او الفجر المخضل يعني لما الندي المبتل. الندي المبتل يعني الفجر، وبيقولوا فقنا الصبح لقينا تلاقوا في نقط مي على الوراق الشجر اوراق بيقولوا من الداي، يعني انه في ندى على فالفجر دائما بيحمل معه كل شيء حلو، بخروج الشمس وطلوع الصباح. غني 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 يا غيمة المطر. حلوة الأغنية؟ حلوة كلامها مو حلو؟ حبيته؟ فينا نصغر شوي تطلع كل الأغنية؟ هيك تقريبا الأغنية كلها؟ نسمع لحنا؟ أغنية كتير كتير حلوة. شو اسمها الآلة اللي معي؟ أكورديون. برافو. تصير نغني فورا؟ لا لا لازم نحمي. لازم شو؟ نحمي. لازم جلسة صحية، نضلك لورا. Thank you.
حنغني السلم المينور مو الماجور. ايه حنبلش من علامة ري لري جواب وبنرجع. واحد اثنين ري. مؤلفة عليه أغنية سلم ري مينور اللي هو ري الصغير أو نهى وندر. لحنه شو طبعه؟ حزين شوي؟ مو؟ حسوا هيك في حزن شوي؟ بما يناسب شو؟ الإيقاع. بعدين منلاحظ لما بينزل المطر بيتحول اللحن لماجور لكبير مشان يعطي فرح. هلا انتبهوا على اللحن. نجرب، حاولوا قولوا لا لا معي إذا قدرتوا. واحد اثنين لا 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 دائما نعرف نحن انه قبل كل اغنيه شو في عنا لازمه موسيقيه. هلا بنجرب نقول الكلام، شايفين مني الكلام؟ عند غني. واحد اثنين غني يا غيمة للمطر، غني يا غيمة للمطر، غني يا غيمة للمطر، بيتحول لحن بلازمه لماجور لانه نزل المطر. نجرب الكلام. Yeah.
رح سامحكم، بدي تغنوا انتم مبسوطين. لا بروفا، عم نطبق الكلام على اللحن. بنعيدها؟ بنعيدها؟ يلا خلينا نعيدها كلها. إذا حابين تسقفوا معي باللازمة وأنتم عم تقولوا لا لا معلش يلا، سقفة صغيرة بس أنتم مع الميكروفون. واحد اثنين. السلم الكبير. لا
لما المدرج الكبير. المدرج الكبير ليش سمي المدرج الكبير؟ لانه بيتالف من مدرج علامتين، لانه بيتالف من مدرجين، هو مدرج صول ومدرج مصطفى، مربوطين باشاره هلا اكولا. برافو لما. اذا هلا نحن وظيفتنا انه نعرف العلامات النازله من الغيمه وين بدنا نحطهم على المدرج. جاهزين؟ انا رسمت مدرج موسيقي. مين بيقدر يعرف مصطلح حمزه؟ خمس اسطور واربع فراغات. اربع فراغات، هذا مدرج وهذا مدرج. شو بينحط اول شيء على المدرج؟ يارا مفتاح الصوت. مفتاح الموسيقي بينحط اول شيء. مفتاح الموسيقي عندنا عده انواع المفاتيح الموسيقيه. يارا اول مفتاح شو هو؟ ليش هذا مفتاح؟ مفتاح الصوت. مفتاح الصوت. مفتاح الصوت مين بيقول لي كيف نرسمه؟ ميار. نقطة على السطر الثاني ثم نرفعه بنصف دائرة إلى الثالث وننزله إلى الأول، ثم نرفعه بخط منحني إلى أعلى مدرج ونصلهما. هيك بعدين فوق بنوصله. هذا مفتاح صوت. مفتاح شو رح نرسمه؟ مفتاح شو آمنة؟ فا. مفتاح فا. كيف نرسم مفتاح فا؟ نقطع على السطر الرابع وننزل بها إلى السطر الأول. ونحط هون شو؟ دائرة صغيرة ولا حلقة. تمام؟ لازم نربطهم مع بعض بإشارة. شو اسمها؟ أكولا. 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 هيك صار اسمه مدرج موسيقي كبير. ألف مدرج مفتاح صوت، مدرج مفتاح فا. يا ترى في عندنا علامة مميزة هي بيناتهم. شو اسمها العلامة؟ يارا؟ دول وسطى. دول وسطى تقع بين مدرج مفتاح صول وبين مدرج مفتاح فا. حلو. اذا عندنا دول وسطى، نحن المعلومات اللي لازم نعرفها دائما، اهم معلومات شو هي؟ مفتاح فا نقطع السطر الرابع معناتها هالعلامه شو اسمها؟ فا. هي العلامه شو اسمها؟ فا. ومفتاح صول النقطة على السطر الثاني هي العلامة شو اسمها؟ صول. صول أعطى اسمه للمدرج. هيك تعريف المفتاح الموسيقي، بيعطي اسمه للمدرج الموسيقي. هدول علامتين اللي بدهم يدلونا على العلامات. هلا إذا رجعنا على التمرين عم يقول لي أول علامة نازلة من الغيمة هي علامة لا. مين بيدلني وين علامة لا؟ ميار. على مدرج تبع مفتاح صول. ايه؟ حيكون بالفراغ الثاني. إذا أول علامة هون لا، خلينا ننزل شوي. لا، بعدين دو مي صول. نرجع على الجدول نرسمه. رح نختار لون. عم يقول لي ميار يا استاذ علامة لا إذا صول هون فلا بعدها حتكون لا وين؟ بالفراغ الثاني. أحسنت ميار. العلامة اللي بعدها دو. آمنة. على مدرج صول؟ إيه. عندنا دو هي أول دو هون على السطر الإضافي، دو الوسطى ورمزة سي أربعة. آمنة الدو الثاني بالفراغ الثالث. برافو آمنة. إذا لا سي حتكون هون بالفراغ الثالث هي دو. جواب. العلامة اللي بعدها مي، مين بيقول لي وين المي؟ جوليا. على السطر الأول. برافو. دو ري مي على السطر الأول حتكون علامة مي. أحسنتي جوليا. هلا ممكن ناخذ مي ثانية، مين بيقول لي المي الثانية وينها؟ ميار؟ بالفراغ الرابع. برافو، لأنه دو ري صار عندنا هون مي ثانية. مي جواب. مي جواب. كمان. بعد المي عندنا ري منهمرة ري. لما؟ تحت. ايه. تحت السطر الأول. برافو لمار، إذا هي دو هي مي فري حتكون تحت السطر الأول، برافو. في ري ثانية مين بدل عليها؟ لوجين؟ على السطر الثالث. إذا لوجين عم تقلي يا أستاذ إذا هي دو وهي ري فحتكون على السطر الرابع وهي العلامة شو اسمها؟ ري. برافو لوجين. مين كمان؟ هلا إسا عندنا علامات سي.
مين بيقول لي السي وين؟ السي يارا على الصوت الثالث. برافو، لانه عندنا خلينا نحسب نص سول، سول لا سي، فالسي حتكون على السطر الثالث. انتم شاطرين على مفتاح سول العنوان. هلا فينا نقول هي العلامات نفسها على مفتاح فا وين؟ بلش ميار. لا وين حتكون؟ على السطر الخامس. برافو، فهمتوا شو الفكره؟ نحن بنعرف دوري مي فا سول لا سي سبع علامات ورا بعض. بنعد اذا هي فا حيكون بالفراغ هون سول، حتكون هون شو عندي؟ لا هي لا. تمام؟ العلامة اللي بعدها دو، وين دو على مفتاح فا؟ حمزة الصوت الثالث. حمزة كيف حسبت؟ حسب من الفا، كيف بدك تحسب؟ آمينة احسبي الفراغ الثاني فا مي ري دو. برافو، إذا بالفراغ الثاني هي الدو. برافو آمينة، عرفتوا؟ بس عملية حساب، بعد سطر فراغ سطر فراغ سطر فراغ. العلامة اللي بعدها مي، مين بيقول لي المي وين؟ يارا بالفراغ الرابع. عم تقول لي دو ري مي. برافو يارا، بالفراغ الثالث مي. هي تحت الفا، فا تحت مي. مين كمان؟ سي. مين بيجن لوجين؟ لا جوليا. سي على السطر، على السطر الثالث. على السطر لحظة جاوبي منيح، فكري منيح. على السطر فوق السطر الخامس. فوق السطر الخامس، لأنه إذا هي لا حتكون السي هون. هلا عندنا سي ثانية، وين ممكن تكون؟ آمنة؟ على السطر الثاني. على السطر الثاني تحت الدو، هي هي. برافو آمنة. هي لعبة ذكاء، فهمتوا؟ إنه بدك تعرف العلامات عندهم وين بتحطهم. عندنا ري، مين بيقول لي الري وين؟ الري وين وين؟ وائل. هي دو وهي مي. بعد المي ري. قبل المي، لانه انت او بعد الدو، يعني وين صارت؟ على السطر. برافو، على السطر الثالث. على السطر الثالث هي ري. ما فيها شيء، شو ضل عنا؟ سول. مين بيقول لي سول على مفتاح فا؟ هيا بالفراغ الرابع. بالفراغ الرابع فوق الفا، هي هي سول. طب هلا بالعكس، وين فا بالمدرج سول؟ مين بجاوب؟ لما بالفراغ الاول. بالفراغ الاول، ليكوا عكس بعض، انتبهتوا لهم؟ عن جد؟ انه صول هي فوق فا هون، فون فا هي تحت صول. صعبين شيء؟ لا لا صعبين، سهلين. طبعا نحن يلي لاحظ شغله ينتبه، مثلا بالفراغ الثالث مدرج فا شو اسم العلامه؟ مي. هون شو اسمها؟ دو. 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 شو العلاقه بين دو ري مي؟ بين دو مي شو العلاقه؟ ثلاثيه. يعني طيب خلينا ناخذ اللا، بالفراغ الثاني مدرج فا شو اسم العلامه؟ دو. دو. بالمدرج سول؟ لا. لا. لا شو صارت؟ لا سي دو. شو العلاقه؟ ثلاثيه. اذا دائما نفس العلامه على المدرج سول تطلع ثلاثيه، بتكون هي على مدرج بنفس المكان، ما بيكونوا بنفس العلامه. لذلك بدك تحفظ انت مدرج صول لحال ومدرج فا لحال لحتى تقدر انت تطبقهم سوا. وصابين صابين؟ لا لا كثير سهل. حلو درس اليوم؟ كثير انتوا احلى. نختم الدرس، بنعيد نغني الاغنيه مره واحده وبنختمه. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. حبه بس غنوا مبسوطين ها؟ حلوه كثير لحن الاغنيه، حبيناها. ما حفظتوها؟ ما حفظتوها، كسلان. كثير حلو مقام النهاوند او السلم. يلا جاهزين؟ جاهزين. واحد سمايلات بدي، واحد اثنين. La 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 la
تحت. الله يعافيك.